المرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إذا نواصل مع درس الاهتزازات. اليوم كما كنا تحدثنا في الفيديو السابق، اليوم إن شاء الله راح نشوفوا لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال بور شاك كا. كنا قلنا بلي عندنا سولون لو تيب دامورتيسمون على حساب لا ريبونس كيفاش تكون، شكون نخلي يكونوا عندنا هاد لي تروا كا هادو هو لو ديتيرمينون. اذا تشوفوا لقيناه بلي يساوي لاندا او كاري موان اوميغا زيرو كاري لو تو فوا 4، دونك يقدر يكون سوبيريور ا زيرو اذا كان لاندا انفيريور اوميغا زيرو، يقدر يكون انفيريور ا زيرو اذا كان لاندا انفيريور على اوميغا زيرو، ويقدر يكون يساوي صفر. وعلى حساب لي كا هادو يجوني ان سيستم فورتومون امورتي، ان امورتيسمون كريتيك اي ان امورتيسمون فابل. اليوم الفيديو تاع اليوم راح يكون مخصص لو كا دنا ان سيستم فورتومون امورتي. نحلو المعادله تاعنا، نشوفو الحلول، نشوفو لا ريبونس، وندو ان اكزومبل ان شاء الله. اذا بور لو سيستم فابلمون فورتومون امورتي، لاندا او كاري سوبيريور اوميغا او كاري. دائما لاحظوا ان نعاود نكرر في هذا المعلومات هذه حتى ترسخ في الذهن، بقى كل خطره نعاود فيها حتى ترسخ عندكم بكل سهوله. اذا سيستم فورتومون امورتي هي لاندا او كاري تكون سوبيريور على اوميغا زيرو كاري. دون سو كا دلتا راح يكون سوبيريور زيرو، انا جا لاندا موا اوميغا تخرج لي اكبر من الصفر لان لاندا اكبر من اوميغا زيرو. دونك عندي دو سوليسيون ريال، كيكون لو دلتا هذا المميز كي تقولوا له بكري المميز يكون اكبر من الصفر، دونك عندي حلين في مجموعه الاعداد الحقيقيه. هاد الحلين راح يكونوا موان بي، اذا تشفاو موان بي بلس موان لا راسين دو دلتا سور دو ا، هذا هو الحل اللي كنتو تعرفوه بكري. دونك راح نرومبلاسي دلتا، دونك موان دو لاندا هو موان بي بلس موان لا راسين دو دلتا هي لا راسين دو 4 لاندا او كاري موان اوميغا زيرو كاري سور 2. دونك تقدر 4 تخرجها من لا راسين تولي 2، تقدر تخرج 2 اون فاكتور تبقى لك موان لاندا بلس موان لا راسين دو اوميغا كاري، عفوا لاندا او كاري موان اوميغا زيرو او كاري. ومادام عندي دو سوليسيون، دونك لا سوليسيون توتال تاعي راح تكون لا سوبربوزيسيون دو دو سوليسيون ا ان اكسبونونسيال اس ان دو تي. مادام عندي دو اس دونك عندي دو اكسبونونسيال، عندي ا ان اكسبونونسيال اس ان دو تي بلس ا دو اكسبونونسيال اس دو دو تي. بون اس ان اس دو معروفين، هو هذا واحد بالموا واحد بالبلس، عفوا ندير اللازر S1 S1 S2 هما هذو، واحد فيهم واحد بالموا واحد بالبلس، ومجرى اصطلاح برك هو يدو الموا هو الاس1 والبلس هو الاس2، مجرد اصطلاح ما يهمش تقدر تسميه كيما تحب. يبقاولنا ا1 اي ا2، هذو سون دي كونستانت و ا ديتيرميني اون يوتيليزون لي كونديسيون انيسيال. هنا نتوقف باش نعطي لكم المفهوم تاع لي كونديسيون انيسيال واش هي. لا كونديسيون انيسيال اون جينيرال في الحركات، كي نهضروا في الحركات، هي هيئه المتحرك لحظه بدايه الحركه، الهيئه تاع المتحرك لحظه بدايه الحركه. وين تتلخص هذه الهيئه؟ تتلخص في لا بوزيسيون اي لا فيتيس. معناه لا بوزيسيون انيسيال في لحظه بدايه الحركه وين كان وشحال كانت السرعه نتاعو، هذو هما لي كونديسيون انيسيال. اذا هيئه المتحرك لحظه بدايه الحركه. دونك لحظه بدايه الحركه حاجه نسبيه، كل واحد وقت يديها الا تشوفوا كي قريتو الميكانيك كنتو تقراو مبدا الفواصل الدهزي مبدا الازمنه الدهزي. دونك لو ريفيرونسيال تاعك هنا حاجه نسبيه، كل واحد وقت يبدا الكرونو نتاعو. حنايا اللي جرات عليه العاده، عندنا دوكا عندنا دو كا، وممكن كاين بلوزيور بصح حنا زوج اللي نستعملوهم والاكثريه كاينه وحده منهم. سواء ندو ا تي تيغال زيرو لحظه بدايه الحركه تي تساوي صفر،
ندو لو ديبلاسمون ايتيغال ا زيرو، معناه كان في وضع توازن وكان عنده سرعة أعظمية. إذن لحظة بداية الحركة يكون راح يمر من وضع التوازن، وعند وضع التوازن كلنا نعرف أن السرعة تكون أعظمية. هذه ما متعرفوها يعني مسبقات من قبل كي قريتو. نفكركم برك في لو بي دو بوتونسيال، يعاود يذكركم شوية باش راني نقول. أو ندو العكس، ندوه يكون في القيمة الأعظمية، وفي القيمة الأعظمية يعني تكون عنده أثناء بداية الحركة يكون في السعة الأعظمية، يكون في الماكسيموم دو فاسكوم اللي راح يغير الاتجاه ويولي باش يروح للمينيموم. إذا ولابد السرعة تكون تساوي الصفر ولا بوزيسيون تكون أعظمية. إذا عندي هاد لي دو كا أون جينيرال اللي يتعاودوا في لو كا هذا. نسيت النظارات نتاعي. إذا هذو هما لي كونديسيون انيسيال واش معناها، وهذو هما لي دو كا اللي ممكن يتعاودوا بزاف، وحنا اون جينيرال ندو كا واحد. دونك هذا لو سيستم امورتي تاعنا يكون فيه دو سوليسيون. دونك لا سوليسيون جينيرال جلوبال توتال عفوا تكون لا سوبر بوزيسيون دو سوليسيون. وبقى لنا كيفاش نديتيرميني ا 1 ا 2. قلنا ا 1 ا 2 لازم نستعملوا دي كونديسيون انيسيال بور لي ديتيرميني. الان نعطي لكم ان اكزومبل تاع ان كونديسيون انيسيال. في تي تساوي الصفر المتحرك يمر بوضع التوازن والسرعه تكون اعظميه. وعلاش السرعه تكون اعظميه عند وضع التوازن؟ عند وضع التوازن انرجي بوتونسيال تساوي صفر. عند وضع التوازن انرجي بوتونسيال تساوي صفر. دونك لا توتاليتي دو لينيرجي تكون 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 كونفيرتد فير انرجي سينيتيك. وباش تكون سينيتيك اعظميه لازم لا فيتاس تكون اعظميه، لانه عند وضع التوازن الانرجي بوتونسيال تكون لو مينيموم، دونك زيرو بالنسبه لنا. دونك اذا كان الانرجي بوتونسيال راهي في المين، الانرجي سينيتيك تكون في الماكس. كي نقول انرجي سينيتيك راهي في لو ماكس، دونك نقولوا بلي رانا عفوا باش تبان يدي ما نشوف ايوا كي تكون لينيرجي بوتونسيال في الـ في الـ في المينيموم، لينيرجي سينيتيك تكون في لو ماكسيموم. اذا هذا هو المفهوم نتاع هذا لا كونديسيون انيسيال. وكاين اللي يدي العكس، يدي يكون هنا تكون السعه اعظميه وهنا تكون السرعه صفر. حنا ندو هذا لا كونديسيون هذه. دونك واش راح نديرو؟ راح نعوضو هنا بالزمن يساوي صفر، نعوضو هنا بالزمن يساوي صفر. دونك تولي ا ا اكسبونونسيال اس ان فوا زيرو بلس ا دو اكسبونونسيال اس دو فوا زيرو. لا كونديسيون واش تقول؟ تقول بلي اكس دو زيرو ايتيغال ا زيرو، دونك نديروها تساوي صفر. دونك الاكسبونونسيال يساوي الواحد، اكسبونونسيال زيرو يساوي الواحد، دونك تجيني ا ان بلس ا دو تساوي صفر. ونبدا ندي اول معلومة انو ا ان تساوي موان ا دو. دونك نحتاج لا ديريفي. هنا على بالي بلي عندكم بزاف اللي عندهم اشكال في لا ديريفي، وانا راني عازم ان شاء الله انه نخصص مقطع خاص بلي ديريفي باش نفهمكم مليح ونقطعوا الاشكال هذا تاع لي نوسيون تاع لا ديريفي. الان نروحوا لا فيتاس. دونك لازم نحسب اكس بوين بوي جو بلاص تي بار زيرو. دونك اكس بوين لا ديريفي بيان سور هنا نفكركم في المثال، قلنا الديريفي هذا دونك تولي اس ان فوا ا ان اكسبونونسيال اس ان دو تي بلس هنا نديريفيو هذه دونك تعطي لي اس 2 تولي اس 2 فوا ا 2 اكسبونونسيال اس 2 دو تي. هذه هي. ثم جو رومبلاس تي بار زيرو. واش تساوي اكس بوان دو زيرو؟ يعني في لحظه بدايه الحركه شحال تكون السرعه؟ تكون اعظميه، تكون تساوي في زيرو. دونك لما نكمل نعوض راح نلاحظوا باللي نقدر نعوض ا ان بموان ا 2، على جال عندي 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 ا ا تساوي موان ا دو. دونك جو بو رومبلاسي ا ا بار موان ا دو. ونقدر نخرجها اون فاكتور. دونك نقدر نخرج ا دو اون فاكتور تولي اس دو موان اس ان تساوي في زيرو. دونك ا دو تساوي في زيرو سور ار دو موان ار ان، وهي تساوي موان ا ان. هكذا رانا عرفنا ا واش تساوي. عفوا هنايا انا كي كنت نكتب نسيت باش نرجع هذه اس 2 وهذه اس 1. اجل انا كنت كاتب في الاول الكور كنت كاتبه بار، ثم اضطريت نرجعهم كاع كيف كيف، نبدل اللون ونسيت باش ننبه عليها باش نصححها. هذه اس 2 هذه اس 1. المهم لي سوليسيون اجل كاين اللي يكتب هنا ار 1 دو تي ار 2 دو تي،
كاين اللي يكتب اس. دونك هذو هما ا1 اي ا2. لو كان نكتبو ليكواسيون كومبليت تخرج لنا في 0 سور اس1 و اس2 اكسبونونسييل اس1. هذا هو هذا كامل اس1 وهذا كامل عفوا اس2. عفوا 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 المهم هذا اس2 هكذا. دونك هذه هي هذه هي لا سوليسيون تاعي. وهذا اس ام و اس2 نقدروا نحسبوه يجينا هذا مو هذا. دونك هذا مو هذا يولي دو فوا وهذا يولي بلوس. دونك هنا تبقى لي دو لا راسين تاع هذا. دونك نقدروا نزيدوا نوضحوها اكثر. المهم هذا هو المبدا هذا هو المبدا. نروحوا نستعملوا لي كونديسيون انيسيال pour déterminer les constantes tawana. Ou S1 ou S2, je vais nommer la solution tel le polynôme dans le cas où Nico est supérieur à 0. هنا يا رانا نلاحظوا رسمنا رسمنا هنا الاكس تاعنا نكتبوا كيو اون جينيرال لا كورون جينيراليزي قادره تكون اكس قادره تكون تيتا قادره تكون دوتر دوتر بارامتر ما يهمناش. ونلاحظوا هنايا لا ريبونس تاعنا هذه لا ريبونس بالنسبه للزمن بدلالة لو فاكتور دامورتيسمون. إذا كل خطرة راني نكبر لو فاكتور دامورتيسمون ونشوف واش ينصار في في في, في لا ريبونس تاعنا. لاحظوا بلي لو بلو هنا هذه 3 لو فير هاو 7 لو روج راهو 5. إذا إخواني واش نلاحظوا نلاحظوا بلي لو سيستيم فورتمون امورتي ني با ان اوسياتور. اذا خرجنا كاع من واش كنا نحكو وباللي سيستيم اوسياتور كذا كذا نلقاوه باللي سي با ان اوسياتور. علاش اخواني الكرام؟ تتذكروا في التعريف تاع الاوسياتور قلنا يدير ان موفمون بيريوديك وهذا ما كان حتى موفمون بيريوديك هذا سيستيم موفمون ا بيريوديك. دونك مادام ماهوش بيريوديك ما نقدروش نعتبروه ان اوسياتور. اذا هذه معلومه مهمه لازم تركزوا لي عليها انه كي يكون سيستم فورتمون امورتي ماهوش انوسياتور. الفائده ما هي؟ تخيلوا اخواني تخيلوا انه عندكم انوسياتور وما يساعدكمش عندكم ان سيستم ما يساعدكمش لو يكون انوسياتور ماذا بكم تخرجوه من لوسياتور. دونك ما عليكم الا تردوه فورتمون امورتي. هذا هو المبدا. احيانا ما نحتاجوش ليزوسياسيون دونك لازم نخرجوه ما لازمش يكون انوسياتور ما يساعدناش لو كان لو سيستم هذا يكون انوسياتور. واش نديرو؟ لازم نردو فورتومون امورتي. دونك لازم نعرفو لا بولساسيون بروبر ونخيرو ان فاكتور دامورتيسمون سوبيريور ا لا بولساسيون بروبر. دون سو كا ما بلاش انوسياتور وخرجنا من الاشكال هذا. اذا هذا بالنسبه ولو كا هذا حكينا عليه ما نحتاجوش يكون عندنا انوسياتور. بصح ما نحتاجوش يكون ريجيد لانه ريجيد ممكن يتكسر دونك واش لازم لي وما نحتاجوش يدير ديزوسياسيون. دونك الحل واش هو؟ ويكون عندي ان سيستيم فورتمون امورتي ما كاش ديزوسياسيون خطره وانتهى الامر. اذا هذا بور لو سيستيم فورتمون امورتي. الان ندو ان اكزامبل ندو ان اكزامبل ليكزامبل واش يقول اون دون ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون d'un système libre amorti. Ma grenache est-ce que faible ou la fort ou l'amortissement critique. C'est l'équation à tavana. Sachant que à l'instant t est égal à 0, x de 0 est égal à 0, x point de 0 est égal à 2000 mètres par seconde. Donc, c'est l'équation à tavana. C'est la condition initiale. C'est l'équation à tavana. L'ahdat bidayet l'haraka. Déterminer la solution de l'équation différentielle du mouvement. Donc, là, il y a l'équation. La solution. قبل ما نخرجوا لا سوليسيون لازم نعرفوا لو تيب دامورتيسمون. قبل ما نخرجوا لا سوليسيون لازم نعرفوا لو تيب دامورتيسمون باش نقدروا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. اذا نلاحظوا حنا باللي هذه تمثل اوميغا 0 اوكاري هذه تمثل اوميغا 0 اوكاري. دونك اوميغا 0 هي 2 وهذه تمثل 2 لاندا. Donc lambda tساوي 16 sur 2 tساوي 8.
نلقى روحي باللي ويت اكبر من 2 اللي هي لاندا اكبر من اوميغا 0. واش يحب يقول؟ يحب يقول عندي سيستم فورتومون امورتي. كي عرفت بلي سيستم فورتومون امورتي نعرف بلي لا سوليسيون تاعي راح تساوي ا1 اكسبونونسيال اس1 دو تي بلس ا2 اكسبونونسيال اس2 دو تي. اس1 اس2 معروفين، اس1 و اس2 معروفين هما موان لاندا موان بلس لا راسين تاع لاندا او كاري موان اوميغا زيرو او كاري. هذه اس1 و اس2 خلاص معروفين، تبقى لي اي ا2. اي ا2 وين نجيبوهم؟ نجيبوهم من لا كونديسيون انيسيال. دونك هذه هي لا فيلوزوفي تاع الحل. دونك نفاصي ونروح نحلوه بالانيماسيون اللي خدمناها. اذا رانا نلاحظوا بلي اوميغا انفيريور انفيريور لاندا، دونك لو سيستيم عرفنا بلي راهو فورتومون امورتي. بعد ما عرفنا بلي لو سيستيم راهو فورتومون امورتي نعرفوا بلي ليكواسيون ديفيرونسيال تكون عندها سيت فورم، هذه اللي حكينا عليها. اس نعرفوه دونك نقدروا نحسبوه موان 8 اللي هو لاندا بلس موان لا راسين تاع 16 كاري موان موان 2 كاري. دونك 16 كاري موان 4 كاري تعطينا لا راسين دو 260. كي نحسبوهم دوك نقدروا نلقاو اس1 شحال تساوي، ونقدروا نلقاو عفوا اس2 شحال تساوي. اون فوا حسبناهم بقالنا لا ديتيرميناسيون دي كونديسيون دي كونستانت ا1 ا2 اون اوتيليزون لي كونديسيون انيسيال. دونك نعوضو بالزيرو، جينا ا1 بلس ا2 تيكال 0، ا1 هي موان ا2. نروحو نخدمو لا ديريفي تاع لا سوليسيون تاعنا، اون روبلاس بار زيرو. هما قالوا لنا هنا علاش درت دو هنايا، لانه هما قالوا لي بلي اكس بوان دو زيرو ايتيغال ا دو. دونك لما نروبلاسي تي بزيرو هذه تولي اكسبونونسيال، هذه تولي ان وهذه تولي ان. دونك تولي اس ان ا ان بلس اس دو ا دو تساوي 2. ونقدر نروبلاسي ا ان بار موان ا دو، ولا نقدر نروبلاسي ا دو بار موان ا ان. دونك سي لا ميم شوز. دونك نقدر نقول بلي ا1 تساوي 2 سور اس1 موان اس2 وتجيني تساوي 15.49. دونك تجيني 2 سور 15.49 في تيكال 0.13 وهي نفسها موان ا2. دونك هذه هي كيفاش واش هو لو سيستيم فورتومون مورتي. وهكذا نحلوا المعادله نتاعنا لما نعرفوا انها، ونستعملوا ايضا لا كونديسيون انيسيال كي لما يكون عندنا ان سيستيم فورتومون امورتي. اذا الى هنا ينتهي هذا المقطع. في المقطع الجاي ان شاء الله راح نطرقوا لامورتيسمون كريتيك. اذا الى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.